ونبقى في الشق الصحي، فقد طوق العوز والنزوح تحركات أسرة الشاب المصاب بالسرطان حمزة الأحبابي بقضاء بلد لمعالجته خارج البلاد بسبب تفاقم سوء حالته الصحية، مناشدين محافظ صلاح الدين والأخيار الوقوف معهم ومساعدتهم. لمعرفة قصة حمزة نتابع تقرير عبد الجبار مهدي. يا رب بعزتك وجلالك وارتفاعك وانت مكانك، يا من تقل الشيء كن فيكون، يا ربي ما يعجزك شيء لا في الأرض ولا في السماء، يا ربي شاف ولادي وشاف كل مريض. الشاب حمزة الأحبابي أحد المرضى الذين يعانون من مرض السرطان في محافظة صلاح الدين. حاله مرير، يشكو من الآلام يوميا، الأمر الذي يحتم عليه السفر خارج البلاد لعدم وجود أجهزة كافية ورصينة داخل العراق. حمزة لو نتحدث عن يعني الإصابة وكيف يعني صارت هاي الإصابة وش قد صار لك على هالحال؟ بديت أعراض الإصابة العام بشهر السادس تقريبا، بدت عندي أعراض يعني وجع، ألم داخل جسمي، يعني راجعت أكثر من طبيب ما شخصوا حالتي، رحت لبغداد سويت فحوصات شاملة شخصوا حالتي، حالاني على الجرعة الكيميائية، بديت أخذ جرعة كيميائية، أخذت 8 جرعة كيميائية، وقفوا الكيميائية قالوا لي أخذ فحوصات إن شاء الله يختفي المرض. سويت فحص بيت سكان طلع المرض ما مختفي، إنما أكو يعني تحسن لكن بانتشار، صار انتشار صار ببطني يعني المرض. حددوا لي النوع 6 جرعة كيميائية، أخذتنا 6 جرعة كيميائية، همين سويت فحوصات جديدة، المرض نفسه ما مختفي. عامان على التوالي وحمزة يصارع المرض ومعاناة الجرعة الكيميائية وإجراء العملية، لكنها مكلفة بملايين الدنانير، وهم يسكنون بمنطقة منكوبة ونازحين للسنة 12 على التوالي والبعد عن الديار. كإمكانيتي ضعيفة أنا حيل، أنا بالنسبة لي بعدني طالب وتركت الدراسة بسبب المرض، والدي ما عنده راتب غير رعاية، وإحنا قاعدين إيجار لحد الآن، يعني البيت هذا قاعدين بيه إيجار، فتكلفة العملية خارج العراق تكلف تقريبا 50 مليون بس شغل الدكتور، أما إجراءات السفر وغيره وبعض الأمور مكلفة يعني جدا. والله احنا نناشد سياده المحافظ يعني ان شاء الله ما يقصر ويانا، الشيخ اسماعيل هلوب ان شاء الله ما يقصر ويانا، واحنا مثل ما يقول احنا انا مثل ابنه يخلي يعتبرني وما يقصر وياي، انما حاله انسانيه هي. ذو الشاب حمزة تضرعوا إلى الله عز وجل بالدعاء لابنهم الذي ترك دراسته وصارع المرض، ما أثقل حمل العائلة التي دخلها حوالي 220 فقط. والده ووالدته ناشدوا السيد محافظ صلاح الدين الشيخ إسماعيل الهلوب ووزارة الصحة إسعاف ابنهم الذي يأكل به المرض يوما بعد يوم لإنقاذه من محنته هذه والسفر به خارج البلاد. أملي والله كبير بالخيرين إن شاء الله الطيبين، ويقومون ابني على حيله إن شاء الله، وإن شاء الله ما يقصروا. أطلب من الناس الخيرة والطيبين إن شاء الله أن يسفرون ابني ويرجعونه مثل ما كان، والله كريم إن شاء الله. هاي رسالة للناس إن شاء الله، للشيخ والناس الطيبين إن شاء الله. إسماعيل الهلوب أطلب منه من سيادته ان شاء الله ما يقصر وياي، وانا ما عندي، حالتي تعبانه ومهجره، وهو الله يجزي خير الجزاء. اليوم روح انسان يعني بالماده، والله يمكن الخيرين ما يقصرون يعني جاي يشوفون الحال يعني الطيبين. المناشده والله اناشد السيد المحافظ، هو اليوم اعتباره اب المحافظه، جاي يشوف مريض يعني امامه يعني بين الموت والحياه، والشغله مادت يعني بالماده، والله أنا أشوفها يمكن ما يقصروا الطيبين المسؤولين
والناس الخيرين ما يقصرون، كل من يسمع مناشدتنا. واحنا قاعدين اجار، انا انطوني مال رعايه 220 وبرقبتي عائله، زين 220 150 اجار و40 مولد 30,000 وين نطيه؟ من قضاء الضلوعيه عبد الجبار مهدي، قناه صلاح الدين الفضائيه.